عبد الله، تقدر تقول لي كم وزن كره السله؟ 2 كيلو جرام. طب تخيل حدا قاعد عم بيرمي عليك طابه وزنها قد 31 بالون باسكت. هأدي منها بكل ذكاء. طيب عبد الله، بدي انصحك نصيحه اخويه، لما تلاقي البالون جاي عليك يا انك تتخبى يا انك ترمي حالك بالماء احسن لك. او تخبط اوكي نفسك. شو رايك؟ اخبط نفسك يا احسن. اعرفك على الجلادياترز اللي واقفين معك؟ على راسي. الوحش! الغول! الوطوار! واخيرا وليس اخرا، جبار! لمصيرك يا عبد الله. مشترك حاضر. يس جلادياتر حاضرين. انتبه. انطلق عبد الله ركض بمنتصف الطريق، انبطح لتجنب المخاطر الجاية من الجهتين، وصل بالسلامة وسجل أول نقطتين. كرة جبار كانت على وشك تصيب عبد الله يلي تابع وقدر بأعجوبة يتجنب كرة وباخت جدا. صاروا أربع نقاط، ضغطين سوا يا لطيف. كمان مرة ضمت عبد الله من غضب جبار وسجل، وحاول يتابع ركض للاستفادة من كل ثانية وجمع أكبر عدد من النقاط، لكنه اضطر للانبطاح وهالحركة بتخسره وقت. أوه الوحش ما حقق أمنيته ولا جبار. عبد الله مستمر. الإصابة المباشرة ما وقعت عبد الله، وانتهت الدقيقة بأفضل طريقة. في الإعادة نشوف قد ايه الحظ والتركيز بيلعبوا دور بالجسر، وقد ايه لازم تكون ردة فعل المشارك سريعة. وهون قدر يستوعب الضربة لأنه جسمه كان بوضع ثابت. طبعا الحظ ما ربحني ابدا، لكن مجهودي والدم اللي سايل هو اللي ربحني. بمجهود عبد الله تقلص الفارق بينه وبين محمد حمطي لنقطة.